الفرصة متاحة للتقدم في العملية السياسية في سوريا، لكن المضي قدما يتطلب خطوات عملية وفق تقييم مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون. أبرز مثال على ذلك هو المتعلق بملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. فوفق إحصاء أممي، أقلية من اللاجئين السوريين ترغب في العودة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. الأسباب وفق بيدرسون هي سوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا وخوف اللاجئين من التعرض للاعتقال أو الانتقام. المستطلعون أشاروا بقلق كبير إلى سوء الخدمات الأساسية والسكنية وقلق حيال الخدمة العسكرية أو التجنيد والخوف من الاعتقال والتوقيف والترهيب والانتقام. خلاف آخر برز في الجلسة حول تجديد آلية المساعدات عبر الحدود التركية. الولايات المتحدة أعلنت أنها ستطرح مشروع قرار لتمديد العمل بمعابر باب السلام وباب الهوى والراعي. نشجع كل أعضاء المجلس على دعم هذا القرار الذي سيؤمن الثقة والاستقرار والحاجة الملحة للعاملين الإنسانيين. روسيا سارعت إلى الإعلان بأنها لا تجد أسبابا فعلية لتجديد آلية عبور المساعدات عبر الحدود التي تنتهي صلاحيتها في العاشر من تموز يوليو المقبل. أظهرت الأمم المتحدة أنها تستطيع من خلال اتصالاتها والتنسيق مع الحكومة الوطنية أن تنظم عملها من دون قرار لمجلس الأمن. وبشأن العملية السياسية، اعتبر السفير الروسي أن محددات المرحلة المقبلة من العملية يجب أن تتم بناء على ما يتوافق عليه السوريون أنفسهم. التطبيع العربي والإقليمي مع دمشق لم يقابل حتى الآن بكسر الجمود في مجلس الأمن في شأن العملية السياسية في سوريا، والمواجهة الروسية الغربية المرتقبة ستنشب خلال أسابيع قليلة حول قرار تجديد آلية مرور المساعدات عبر الحدود. من نيويورك، نبيل أبي صعب، العربي.